طلب السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب. النهاردة كانت مناقشة الحساب الختامي للدولة. في الحقيقة أنا وافقت على الحساب الختامي، لكن كان هناك ملاحظات كثيرة جدا على هذا الحساب بالذات لهذه السنة. طبعا مصر كلها في أو العالم ككل في جائحة قوية جدا بالنسبة للموازنات العامة للدولة واستهلاكها والحسابات الختامية المختلفة. في مشاكل كثيرة قبل الحساب الختامي للدولة يعني هذه السنة، لكن إن شاء الله يعني بتمنى تفادي المشاكل دي في المرحلة الجاية. وده كان تعقيب في الجلسة العامة على الحساب الختامي للدولة النهاردة. من أهم الملاحظات كانت عدم وجود حسابات ختامية لبعض المؤسسات والهيئات اللي المفروض إن هي ترسل بحساباتها الختامية، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا. وجود فوائد في بعض الوزارات والهيئات أيضا في الحساب الختامي، ودي فوائد غير حقيقية وغير مدرجة، لأنهم ما قدروش يصفوا في خلال المدة الزمنية هذه الأموال وهذه المبالغ. جزء المهم أيضا في المرة دي يمكن كان الجزء بتاع المنح والهبات. والمنح من الحاجات الأساسية المهمة جدا لدعم الدولة المصرية والاقتصاد المصري في الفترة اللي فاتت، وللأسف بنلاقي ان هي لم يتم صرفها ولم يتم اعتمادها حتى الآن. وهذه أموال مهدرة من خلال جهات موجودة ممكن الاستفادة منها داخل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد المصري. للأسف بنلاقي ان هذه المنح لم يتم صرفها حتى الآن، ولم نستفيد منها كمؤسسات وهيئات وحتى في الحكومة المصرية. ودي أنا بشايفها إن هي كارثة في الحقيقة. لازم يبقى عندنا رؤية حقيقية لدعم هذا الملف بالاستفادة القصوى من هذه المنح، من خلال إذا كان التعاون الدولي أو الوزارات والهيئات المختلفة، منها وزارة الصناعة والوزارات المختلفة للدولة، يعني لدعم الاقتصاد المصري. بتمنى إن شاء الله أن الموازنة العامة والحساب الختامي على الأقل القادم ما يكونش فيه كل هذه الأخطاء وكل هذه المهاترات اللي موجودة. النهاردة كانت الجلسة قد إيه فيها مناقضات كثيرة جدا، وفي نفس الوقت كانت هادفة لدعم الحساب الختامي للدولة في المرة القادمة. أشكركم. يعني في حتتين